السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح أتكلم عن المنتج هذه اللي هو الدريبينج برو. منتج المفروض إنه يكون أو الهدف منه إنه يكون بشكل أوتوماتيكي يقطر على النباتات ونقدر نبرمجه عن طريق الهاتف أو الهاتف الذكي عن طريق الابليكيشن أو الاب. ممكن ان نبرمج الخطه او البرنامج التنقيط اللي احنا نبغيه. ففي البدايه احب انبه ان انا قاعد اسوي هذا الفيديو لان في احد المشاهدين طلب مني ان اسوي فيديو تفصيلي عن هذا المنتج اللي انا شافه عندي او لاحظه في احد الفيديوهات الثانيه. فحبيت ان اوضح وممكن غيري يستفيد منه. ف الشيء الثاني ان انا ما احصل اي دعم من الشركه هذه او ما احصل اي سبونسرشيب او اي شيء. فراح اتكلم عن ايجابيات هذا المنتج وسلبياته ايضا لان في له سلبيات ايضا. ففي البدايه راح اتكلم عن الاشياء اللي تكون موجوده مع المنتج هذه. ففي عندنا اللي هو البامب نفسه او المضخ نفسه والجهاز اللي نبرمجه ونشبك فيه عن طريق البلوتوث. في عندي 5 متر من الهوز او الانابيب الانبوب نفسه. عندي قطعه تيني 5 متر. عندي هذا الكليب حق التثبيت لو احتجت ان اثبت شيء. عندي قطعتين من البراغي اللي ممكن اثبت اي شيء في الطوفه. انا شخصيا ما استعملتها للتثبيت. عندي هذه القطعه اللي هي انزلها في خزان الماء او اي يعني اناء اللي راح يكون فيه الماء وراح ابين لكم كيف. وعندي هذه الوصلات عندي قطع منها وعندي الارشادات وعندي توصيلات الكهرباء. ولما نشتري المنتج لازم نحدد نوعية الكهرباء اللي عندنا، هل احنا نظام اوروبي او نظام امريكي. احنا في الخليج عامة باستثناء في السعودية عندهم 110 فيستعملون الكهرباء الأمريكية وفي عندهم 220، ولكن في الخليج عامة نتبع النظام الإنجليزي أو النظام الأوروبي. في عندي أيضا هذه اللي هي نوع الأداة حق قطع الأنابيب هذه، ولكن ما صراحة مقص عادي يمشي لي الموضوع يعني. وعندي هذه القطارات، عندي 10 قطع من القطارات، فهذه اللي يكون متواجد مع العدة هذه. فتكلفة العدة هذه كلها تقريبا 26 دولار إلى 27 دولار. الحين راح أراويكم أنا كيف ركبت هذا الجهاز، راح أرد أراجعه وراح أراويكم كيف تركيبته، وأيضا راح أتكلم عن البرمجة في الأب. فمثل ما احنا ملاحظين هنا عندي خزان ماء فيه تقريبا 25 لتر، السعة الاستيعابية فيه 25 لتر. المهم ان نعرف السعة الاستيعابية في الخزان اللي راح نستخدمه. طبعا انا قاعد استخدم شيء كبير لان قاعد استخدمه على اساس اقطر حق نبتات فلفل في عصايص كبيرة في 50 لتر، في عصايص 50 لتر. هذه مجرد انا مركبها الشبكة هذه حق التقطير كخطوة احترازية، خلنا نقول على اساس لما يدخل الصيف على الاقل عندي شيء شوي يقطر لي كمية بسيطة من الماء يساعد النبتة انها تصمد في الصيف. فالهدف منه اللي انا قاعد استخدمه ما هو انه الري بالكامل، لان الطريقة اللي ركبتها ما تروي النبتة كليا، ولكن هي مجرد ان اعطي كمية بسيطة. فهذه لازم نحطها في بالنا. وراح اشرح ايضا كيف ممكن نستخدمه كري، كجهاز ري. فاولا عندي هذا الجهاز، عندي هذه الغطاء حق الخزان، ومثل ما تشوفون ان ثقبت فتحت الغطاء وسلكت فيه جزء من انبوب عندي ابيض. فناخذ هذه القطعه اللي هي الوزن اللي راح تكون داخل الخزان ونركبها في الجزء الاسفل من الانبوب ونسلكها داخل الخزان نفسه الى ان توصل الى الاسفل كليا. ف عندي قطعتين او عندي جزئين في الجهاز. الجزء اللي صاير
لما يكون الجهاز مشاهدني، الجزء القطعه اللي على اليسار يساري انا هي اللي تسحب الماي، فاوصل فيها الانبوب اللي داخل من الخزان بهذا الشكل. وهني عندي انا مسلك الشبكه مالتي، فهذه اللي راح يدخل فيها الماي الى النباتات، وراح اوصلها هني، وراح ابين لكم التوصيله ايضا وراح اشرحها ايضا. فاللي يبقى الحين اني راح اوصل الكهرباء في الجهاز، هذه الطريقة. وراح أبين لكم كيف إن إحنا نبرمج الجهاز على الابليكيشن. من ناحية التسليكة على هذه الجهاز، عندي 4 نباتات على هذه الجهاز الواحد، فالشبكة عبارة عن 4 نباتات، وراح أتكلم كيف إن إحنا نضيف النباتات حتى في الابليكيشن نفسه. فعندي نقطة تقطير واحدة حق كل أصيص، فهذا اللي كنت أنا أقصده إن الطريقة اللي أنا ركبتها ما تصلح إن حق رأي كامل، بالذات إن إحنا مثل ما إحنا شايفين حجم الأصيص مقارنة بالتنقيط اللي يوفره الجهاز. فعندي مثل ما بينت لكم، عندي هني واصلة وهناك واصلة، وهني بعد نبتتين، فهذه 4 نبتات اللي موصلة بالجهاز. ومثل ما ذكرت، هذه مجرد بس إنه كل يوم وترك تحصل على كمية من الماء على أساس شوية بس الجذور ما تجف وما تتعب، وما أبغي النبتات تموت علي بالذات في الصيف، لأن ما راح أقدر أرويها كل يوم، ولكن هي راح تحتاج ري وماء. هذه كمثل ما ذكرت مجرد احتياط أو احتراز على أساس إنه في الصيف النباتات تقدر تصمد وتقدر تعيش. فمثل ما احنا ملاحظين، هذه هي الاب حق الجهاز اللي هي دريبينج برو، ممكن نبحث عنها في الابل ستور او في الاي او اس، في الاندرويد. لما نركب جهاز جديد، اول شيء نضغط على الزائد وراح يبتدي يبحث عنه في البلوتوث، ولما يلقاه راح يضيفه، راح نضغط على الجهاز وتبتدي تطلع لنا المعلومات. فأول شيء عندي هني نضيف الكمية اللي في في الخزان، فتقريبا 24 لتر، فهي 24,000 ملي. نضيف الكمية، أنا هني حددت الكميات والنباتات، فعندي 4 نباتات بأساميهم. فهني أول شيء أضيف الخطة، فهني أضيف إنه أبغيها بالأيام، أبغيها كل يوم وترك، فأضاف النب كل يوم وترك. وهني أحدد متى أبغيها تبتدي الخطة، أو متى الجهاز يبتدي، الساعة كم يبتدي ينقط، والكمية اللي يضيفها كل مرة. فأنا أبغي يبتدي الساعة 5، ويضيف لي كل مرة 5 لتر من الماء على النباتات كلها. فبهذه الطريقة يقول لي انه راح يضيف 5 لتر وعندي 24 لتر، فيبقى لي 4 ايام من التنقيط اللي ممكن يضيفه لي. فهني ايضا يقول لي انه حق كل سهم او كل قطارة راح يضيف لتر وربع من الماء. فاذا انا حبيت ان ابغي كل نبتة تحصل 5 لتر، اضطر ان ازيد كمية المحلول او الماء اللي زيده في كل يوم من الخطة. ممكن ايضا على اساس انا بالذات في بداية تركيب الخطة، ادخل على المانيوال، ولما اضغط ستارت اد اضغط عليه، راح يبتدي المضخ او البامب يبتدي يقطر الى ان اقول له يوقف، فلما ارد اقول له ستوب فراح يوقف. فهذه مهم لنا حق لما احنا نبتدي نركب الشبكة ونجربها. فأنا مثل ما انتم ملاحظين عندي جهازين، فأستخدم جهازين، وراح أتكلم عن السبب اللي عندي جهازين. بس بالنسبة إلى السبب اللي أنا عندي جهازين مركبهم من جهتين من هاي النباتات،
اللي هو انه لاحظت انه الجهاز الواحد اكثر من 4 نباتات ما في الضغط الكافي انه يدفع الماي الى نباتات زياده ورا. فانا عندي ورا او خلف هال4 نباتات بعد 3 نباتات بنفس الحجم، فلاحظت ان ضغط الماي يكون ضعيف، فالماي ما يوصل الى كل النباتات، فالظاهر ان الضغط اللي فيه ضعيف فما يستحمل انه يضخ الماي الى كل النباتات. فبهذه الطريقه انا اضطريت ان اركب جهازين على اساس ان اقدر اوصل الماي الى 7 نباتات اللي عندي. لاحظت شيء ثاني ايضا بالنسبه حق اللي يفكر انه يشتري هذا الجهاز ويركبه على اساس انه يكون غير متواجد في البيت او يسافر بسبب عمل او ايا كان، فيحتاج انه شيء يكون يروي النباتات بشكل اوتوماتيكي. لاحظت في مشكله ايضا مع الجهاز هذه، اللي هي انا كل مره ارجع حق النباتات وافتح الابلكيشن علشان اشوف الجهاز يطلع لي نوع الايرور او الخلل، ويقول لي انه يحتاج انه يعيد يشبك التوقيت مال الجهاز بالهاتف، فالخطه توقف، فيروي يوم ويوقف، احيانا يعطيني يومين واحيانا يوقف في يوم. فلاحظت ان هذه جهاز شوي ما يعتمد عليه ان نتركه ونعتمد عليه انه راح يروي لما احنا نكون بعاد عن النباتات بمده طويله، ما اعتمد عليه كحل، ان مثل ما ذكرت انه دائما يحتاج انه يشبك الوقت بالجهاز او بالتلفون، فما يعتمد عليه. فاللي الحين مقتنع في الجهاز وحاب يستخدمه وما حاب انه يستخدمه بشكل مثل ما ذكرت انه يبتعد عن الجهاز بالايام وكذا، انه بس مجرد يروي للنباتات بالذات داخل البيت او في الحديقة او ايا كان، راح اترك رابط حق الجهاز نفسه ومن وين شريته. ولكن لاحظت في نوع ثاني جهاز نفس الفكرة تقطير وممكن بنفس الطريقة، ولكن يشتغل على الطاقة الشمسية، فممكن نخليه في الحديقة ويشبك على الطاقة الشمسية، ولكن أنا شخصيا ما جربته، ولكن يبدو لي أحسن من أن أنا أشبك في كهرباء وأستهلك طاقة، لأن مجرد يستخدم 12 فولت ما أحتاج أن أشبك في كهرباء إذا أنا عندي طاقة شمسية أحسن لي. ففي أيضا أجهزة بالطاقة الشمسية، وأيضا راح أترك لها رابط حق اللي حاب يجرب وممكن يفيدنا ويعطينا النتائج اللي عنده مع الجهاز اللي بالطاقة الشمسية. فأتمنى استفدتوا من هذا الفيديو، ولو أنه شوي محدد وشوي مختصر وشوي مختص، ولكن أتمنى أنه يفيد الكل، والكل ممكن ياخذ منه أفكار ويفيدنا في الحديقة ويفيدنا في رعايتنا لنباتاتنا. فإذا في عندكم أي سؤال أو أي استفسار بخصوص هذا الجهاز أو أي موضوع ثاني تكلمنا عنه أو ما تكلمنا عنه، ممكن تتركونه في قسم التعليقات وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن. وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.